دكتور رشا طموم رئيس اللجنه العلميه في مهرجان الموسيقى العربيه، بنرحب بحضرتك النهارده. اهلا بيك. النهارده بقى الدوره 30 دوره هتكون واضح ان هي فيها زخم شديد جدا جدا، عايزين نعرف بقى ايه اللي هيتم في ال 15 يوم اللي هيكونوا موجودين وليه خليتهم 15 يوم؟ الحقيقه بص الحاله يعني او الحدث الفني ده هو حاله خاصه جدا لانه مهرجان ومؤتمر في نفس الوقت. المهرجان والحفلات يعني متنظمها اللجنه التحضيريه اللي بترأسها استاذه جيهان الفنانه جيهان مرسي، اما المؤتمر هو اللجنه العلميه اللي انا يعني بشرف اني انا مقرر لها او رئيس لها. ليه 15 يوم؟ يعني اقدر اقول بالنيابه عنها انه بعد الكورونا وبعد الازمه وبعد الابتعاد والحاجات دي الناس بقت مشتاقه لنعمه الحضور، الحضور والتفاعل. انت لما بتحضر حفله وتبقى شايف الفنان وهو بيتنفس وهو يعني شايفه قدامك زي المباراه، متعه الحضور الحي غير انك انت يعني تشوفها في التلفزيون. فبالتالي الاهتمام والانجذاب والتشجيع اللي حصل للفنانين بالمشاركه ده بالظبط بيدل على رغبه الناس للتواصل تاني، وده اللي حصل برضو في المؤتمر انه السنه اللي فاتت الناس كتير ما قدرتش تيجي، الناس دي كانت مشتاقه جدا تزور مصر وتحضر المؤتمر وتحضر كده، فابتدى يبقى في عدد كبير من الباحثين جايين من دول مختلفه وجمهور اعرض، لان احنا كنا السنه اللي فاتت عملنا بس لايف لجلسات المؤتمر على صفحه دار الاوبرا وعلى اليوتيوب، فده عمل لنا جمهور عريض خلى الباحثين المهتمين يقدموا وجوه جديده خالص من يعني من تونس والمغرب وليبيا والسودان والعراق وسوريا ولبنان، من كل الدول العربيه تقريبا، السعوديه كمان، من ايطاليا ومن المانيا، يعني بقينا يعني حاله جاذبه وفي شوق كبير جدا لمصر وللتواصل الفني فيها. ايه اهم يمكن الموضوعات اللي هيتم مناقشتها في المؤتمر العلمي، وهل دي هتكون خاصه بالموسيقيين فقط ولا لكل بقى المستمعين ومحبي وذواقي الموسيقى؟ بالعكس، احنا دايما بنتناول الموسيقى العربيه من منظور مش بس متخصص لكن ممكن منظور عام، لانك انت مثلا حتى لو انت مش متخصص اكيد بتعرف الالات الموسيقيه العربيه زي العود والقانون والناي ومرتبطه عندك في ذهنك وفي تكوينك بأنها آلات رقيقة، يعني فيها جمال، ما فيهاش صخب، ما فيهاش عمق، فبالتالي دي بتميز ثقافتنا. احنا بنتحاور حوالين الآلات دي، يا ترى خصوصية الأداء عليها إيه؟ العازف، عازف الموسيقى العربية قد إيه هو ليه سمات خاصة حتى مختلفة عن عازف الموسيقى الغربية؟ هو راجل عنده خيال واسع، يقدر يعمل تقاسيم، يقدر يغني بالآلة. تعليم الآلة دي في العالم كله بقى فيه ناس بترغب في تعلم العود والناي وكده من اليابان ومن دول أوروبا ومن أمريكا. طب يا ترى إيه الصعوبات اللي بيعانوها؟ ويا ترى إحنا بنقوم بدورنا في تعليم ثقافتنا لأطفالنا ولا لا؟ ده موضوع إبداع للآلة. يعني أنا لما أكتب مؤلفة جديدة للعود أو الناي، يا ترى لازالت في إطار فردي أو في التخت الشرقي ولا بقت بنسمع دلوقتي؟ يعني في موكب المومياوات شفنا الناي مع الأوركسترا، شفنا يعني شفنا الآلات العربية دي موجودة في تكوينات مختلفة. فعلشان كده دي الموضوعات اللي احنا بنتناولها في المؤتمر، وأتمنى يعني أنها تلقى إعجاب وقبول وحضور من الجماهير بغض النظر هم متخصصين ولا لا. واخيرا بقى وبعيدا عن المهرجان شويه، هو بما ان اغاني المهرجانات عامه بقى ليها جمهور كبير شئنا او ام ابينا، يعني سواء متفقين معايا او مش متفقين، هل ممكن نشوف موسيقى المهرجانات دي بتتناقش في مؤتمر علمي لمهرجان موسيقى عربيه ولا لا؟ طبعا. الحقيقه احنا ناقشناها في وقت من الاوقات لما كنا بنتكلم عن الموسيقى العربيه في الوقت الراهن وعلاقتها بالمجتمع، ناقشنا ظواهر كتير ومنها المهرجانات ومنها الموسيقى الاندر جراوند، دي كلها ظواهر فنيه ما نقدرش نتجاوزها او نتجاهلها لانها بتؤثر على ثقافه المجتمع. بنناقشها من حيث الايجابيات والسلبيات وتاثيرها ازاي. وعلى فكره مش دايما النوعيات دي هي كلها سلبيه، يعني فيها الاجزاء السلبيه بس في النص في الطريقه، لكن في ناس اتشكلت من المهرجانات وسيله
لعرض قضاياها فازاي تاخد الوسيله اللي نجحت وتستخدمها بشكل ايجابي. ده كان موضوعنا في يعني محور من محاور المؤتمر بالذات الموسيقى الشباب، ده كان محور تقريبا من 3 سنين او حاجه. فلا طبعا كل الظواهر الفنيه معرضه انها تناقش في المؤتمر الموسيقى العربيه.